لا سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا رب العالمين. هاتوا الصوره اللي بتحلموا تنفذوها بفضل الله على خام اقل سعر افضل فينش بفضل الله، تستلموه مراحل النضاره وبعد كده ان شاء الله تستلموا التشطيب من الاستوديو. العميل بفضل الله جاب لنا صوره واحده وقال لي يا باشمهندس انا عايز ارسم التخيل بالكامل، فدي شكل التسريحه محترم جدا مقرب على شكل الدرج، الوش كبس، الدرج زاد حاجه نظيفه حاجه محترمه، البرواز ده كبس وهيتعلق على الحيطه كله سن، ما فيش صيني ولا كوري بالمنظر ده، حاجه ما شاء الله محترمه جدا. العريس اول ما لقى وشاف الشغل زغرط على طول، حاجه ما شاء الله ممتازه. ده الدولاب دريسنج بالمنظر ده، الضفه تبقى 100 في النص، التقسيمه ما شاء الله محترمه، عامل هنا رف للشماعه طويل، التسفيج زاد حاجه لطيفه جدا، هنا مكتبه حاجه تسفيج فيزان، كتف ما شاء الله محمل، لافل له الشغل من فوق ومن تحت بحيث يمشي معانا مع الصوره ومع روح الاوضه بالمنظر الجمالي ده. في هنا تشريح، فطبعا عملنا التشريح ده ما ينفعش يجي الا على فايبر، بس الفايبر على وش السه. ده التنجيد زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، اللي احنا في التنجيد بنراعي الند اللي المنجد بالظبط مسار يمشي عليه، ما بنشتغلش احنا على طول كده. بديله مسار لو هنجد بالمنظر ده بيبقى حاجه ام دي اف محمل اهو بينجده وبيديلي الفينش الاخراجي النهائي ده سه. كل الحشوات دي بتشال عشان اطلع جوده عاليه جدا في الشغل بالمنظر الجمالي اللي قدام حضراتكم. التسخين فيزان قرب عليا كده، التسخين فيزان السرير حاجه ما شاء الله ممتازه جدا، فيزان زان احمر طالع لفوق ولافف انا السكري. طيب الكومودينيات اللي انا عايز فيها برضو نفس الفكره عملناها له بالمنظر الجمالي ده، رجولها زان وشرحنا فيها عشان تدي روح الاوضه معانا. الادراج بالمنظر الجمالي ده برضو زان نضيفه قبل كسه، حاجة ما شاء الله محترمة، ربنا يبارك له يا رب. اللهم امين. اس بسرعة رقم 010-2005-2407 شركة اعلان تشطيبات والدخول، برضه جاب لنا غرفة اطفال متر ونص على صورة طلع باسم ما شاء الله تحفة. السرير برضه اللفة هو حابب الحاجة تبقى لفة بالمنظر الجمالي ده، اتفرجوا على الشغل بعد ما يخلص بإذن الله، حاجة ما شاء الله ممتازة. شكرا.